اختلاف بسيط يعني، مو بالعكس انه يكون بعنوان كبير، لازم يكون بعنوان كبير يعني. في قضايا اقل من 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 مشكله العويس مع الشباب او مع الاهلي وحلت وانتهت ولعب اللعيبه مع انديتهم الا موضوع العويس يعني. اوكي اللاعب جاء الاهلي برغبته واستلم مبالغ واستلم كل شيء، ليش ما تسمح له؟ ليش ما يبدا يلعب في الاهلي؟ ايش المشكله؟ ايش الاشكاليه فيه؟ هو كان في الشباب قبلها يعني، ليش الشباب فرط فيه؟ يعني في اشياء على فكره ترى الرياضي العادي، اي رياضي عادي هو عارفه وفاهمه، عارف ان الشغله دي بسيطه ما تستحق اي تاخير يعني. فبالعكس انا اشوف ان قضيه العويس قضيه وقد يعني، انا ما ابغى اخش في الذمم لكن احس انه في شغلات او في ناس يبغونها تتاخر شوي. طيب عدم اختياره من قبل السيد مارفك مع المنتخب، يعني تتوقع انه يعني هناك إعاز من المسؤولين في المنتخب عدم اختيار العويس قصدك يعني؟ اي نعم اكيد يعني، لاعب له فتره ما تمرن او يتمرن يعني ما بيلعب مباريات، فانت كيف تختاره اساسا يعني؟ يعني بالعقل انه رغم انه كنا في احنا يعني المنتخب في حاجته، النادي الشباب الاول كان اخر مشاركتين مع المنتخب كان موجود يعني قبل ما يصير موضوع الانتقال والقضيه اللي صارت بين لا بس بعد القضيه اعتقد انه هذه اول مباراه، اول مباراه تايلاند هي كانت اول مباراه له بعد مشكله. اي بس كيف يمكن لاداره المنتخب يعني انها تحافظ على عناصرها، خاصه ان اللاعب هذا يعتبر ركيزه اساسيه من ركائز المنتخب يعني كامل ما تقدر يعني. انت عارف في زمن الاحتراف الان انه لما بينتقل اللاعب من نادي لنادي ويتاخر ما بيلعب مباريات ما بيتمرن بيكون عليه اشكاليه او مشاكل، اكيد اداره المنتخب ما راح تختاره. اداره المنتخب في الاخير تختار اللاعب الجاهز اللي بيتمرن اللي عنده لياقه كافيه. تتفق معي؟ لكن قلت لك انا انه تاخر في موضوع في قضيه العويس احسه قضيه يعني، في ناس يسعون للشيء ذا لتاخير القضيه اساسا يعني، ناس من داخل الاتحاد السعودي لكره القدم ولا من خارج الاتحاد؟ بامانه يعني شيء غريب يعني. قلت لك في قضايا قبل كذا عدت وحلت ولعبوا مع انديتهم وماشي الامور، الا قضيه العويس يعني حتى الكلام فيها كان في الفتره الماضيه كنا لما بنسال اي ناس ما بيردوا علينا حتى ما يعني ما بيعطونا اي خبر عن الموضوع نفسه. طيب